اسلام، يعني عمال اقول نفس الكلام يمكن من اول حلقه، بس هكرره تاني وتالت ورابع عشان اللعيبه دي تستحق. لعيبه النهارده ولعيبه المنتخب على مدار البطوله، مش النهارده بس، مع جهاز فني محترم جدا، عملوا كل حاجه. ما تقدرش يعني ما تقدرش تمسك حته كده تقول ايه كان المفروض يحصل كذا. صح، تتفق؟ اتفق 1,000,000%. مفيش حاجة أنت متخيل إن أنت النهاردة الناس دي أثرت فيها بجد. والله فعلا أنا إحنا زعلين عشانهم أكتر ما زعلين عشاننا. يعني أنا زعلان على المجهود الجبار اللي هم عملوه، زعلان على الحماس والروح، زعلان على 4 ماتشات 120 دقيقة، زعلان على إن أنت بدأت البداية البطولة ببداية صعبة جدا، ماتش نيجيريا، وقدرت تبدأ وترجع تدريجيا لغاية ما وصلت الفاينل وأنت ما كنتش مرشح من اي حد كان مرشحك. صح. اسم مصر مرشح طول الوقت، لكن كمنتخب ما كانش حد مرشحك. صح. وعديت بطريق مليان عقبات مرعبه. كل الاحترام لمنتخب السنغال، بس انت لعبت اصعب ماتش هو النهارده، ما لعبتش ماتش صعب تاني اصلا. صح. حتى ماتش بوركينا في السيمي فاينل الباقي كله ماتشات ضعيفه. لكن انت لعبت مع اقوى منتخبات، منتخبات التصنيف الاول كلها في افريقيا انت لعبتها. صح. فما شاء الله لعبت نيجيريا، لعبت كوت ديفوار، لعبت المغرب، لعبت الكاميرون، ولعبت السنغال. من 7 مباريات لعبت 5 مباريات كبيره. بالزبط. من 7 بالظبط. بكريم بمشاكل كل ماتش ومشكله. كل احنا انا ومروان قاعدين بنعد الاصابات. مش ممكن. مش ممكن كميه الاصابات دي. وبعدين عمر كمال بيتوقف، واللعيبه بتتصاب بتطلع بره البطوله، اكرم وحجازي سافروا اصلا يتعالجوا. فانت عندك مشاكل كبيره جدا. كل يوم. ولكن اللي انت عملته ده، عشان كده دايما بقول ايه، شكرا شكرا يا رجاله، ارفعوا راسكم، ما تعيطوش. حقكم تحزنوا وتزعلوا، لكن بجد ارفعوا راسكم. انتوا عملتوا اقصى حاجه تقدروا تعملوا عليها، وشرفتونا ورفعتوا راسنا، لكن اراده ربنا. ضربات الجزاء ابتسمت لنا مرتين النهارده، ربنا مش رايد. يا رب يا رب يا رب تكون الفرحه الكبيره متشالنا في ماتشين كاس العالم ان شاء الله.